سوق عيان والعلف غالي والكساب راه مرت. واش اللي طلع؟ ايوا واش اللي طلع هو؟ وكاين كاين من 26 حتى ل 50 اش اللي طلع؟ بعدا كنبيعوا ب 30 40 45 واش اللي كاين؟ مرقد ولاد ليم العلف الفصة ورويزة جودة مزيانة اللي سخر الله. واش بنقول لهم؟ السوق ما كان غالي، ما السوق راه باين، راه باين البيع، راه السوق باين من داكشي اللي كنبيعوا باش كنبيعوا حنا. عيان السوق ناعس. انا في نظري جاني الثمن ناقص شويه بالنسبه للماكله وسميتها. تبدا تشري البلط الفصه ب 1400 وكتشري بحال التخليطه ب 3100 الخنشه وزائد فرينه زائد الفول ب 7 دراهم للكيلو. كي غادي دير لهذا الحساب؟ الخروف راه تياكل لك الا عندك 10 الخرفان تياكلوا لك جوج بلاط في النهار، عاد زائد العلف فينا هي خدمته فينا. وانت شاري بواحد الثمن ديال مثلا بحال هذا شريتيه ب 50 ولا ب 40 واكل لك دابا واكل لك 600 درهم 800 درهم. اللي ما كلاش اللي عاون بالفصه وعنده ياكل ليه 800 درهم. السوق الناس اللي بغى يشري تيقول لك كاين الثمن، وانا بالنسبه لي انا بغيت نبيع بان لي ما انا هذا عاطيني فيه دابا 50، هذا خصني نبيعه ب 66 عاد نجي انا الله واقف على رجلي. تنعطيو لهادو الفول والفصا وهذا فرينا والرويزة. السوق الله الا موازن هو هذاك. بالنسبة لينا حنا الناس الكسابة مقصحين شوية، والله الا مقصحين بزاف كاع. الكسابة مقصحين علاش؟ كاين دابا كاين اللي غيفك بقات ليه هاد 4 أيام ولا هذا وباقي عنده الخروف تيبان ليه ما غاديش يبقى كاع شاد الثمن. والناس راه ما يخلعوا راه ما كاين ماشي كاين الثمن، لا سيدي ما كاين الثمن. الناس راه تيبان لهم كاين الثمن، ان كون كان تيقصب الخروف راه غادي يعرف قيمه الخروف اشناهي. الثمن شويه كاين شويه الثمن بركه، راه الوقت اللي ما دايره والو شويه زيد الثمن شويه على العام الاول. هادشي اللي عطى الله. الجوده راه كاينه، حاجه راه باينه على وجهها. هادشي اللي عطى الله. شنو راه الشعير اللي كاين هنا والرويزه وشويه النخاله وشويه طلال الفصايه بس هادشي اللي كاين. وهو غالي زايد شي شويه، زايده واحد 500 درهم على العام الاول زايده، ما نكذبوش زايده. الله يجعل البركه، باقي دابا حسب حتى الجمعه ولا السبت عاد شويه، باقي الناس ما كيشروش مزيان.